طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وقوف من جديد لإعادة العراق إلى الركب الدولي، بلدا قائدا متصدرا سيدا. باب شرف قبه دكتور سليم الجبور قبه. أخي كل العرب السنة في السلطة عبارة عن قبارس يجملون المشهد. كل واحد يحاول أن يرضي جماعته حصلنا كم وظيفة. نحن لسنا جزء من صناعة القرار والسلطات. هل حشي باقي كل الكلاوات؟ كل العرب السنة في السلطة عبارة عن كومبارس. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. اليوم عندنا أكثر من ملف، خلونا نبدي بالملف الأول وهو حول إقدام حكومة إقليم كردستان العراق أخيرا على توزيع قطع أراضي لعناصر في البشمركة ولموظفين داخل الإقليم من وزارة التعليم وغيرها من الوزارات. هذه الأراضي التي تم توزيعها هي أراضي خارج إقليم كردستان، وبالتحديد في محافظة نينوى في مدينة أو قرية تدعى مدينة بالتحديد اسمها مدينة فايدة، تتبع إداريا إلى محافظة نينوى. هذا الأمر أثار حفيظة مسؤولين في تلك المناطق وأطلقوا تحذيرات من خطوات تصعيدية لإقليم كردستان ربما تفتح أبواب أزمات جديدة، ويرى مراقبون بأن الخطوات الاستفزازية من قبل حكومة إقليم كردستان العراق قد تجبر الحكومة على تغيير سياساتها تجاه كردستان، ما يعني العودة إلى الأزمات من جديد كما قالوا. والحكومة كما أشرنا، حكومة إقليم كردستان قامت خلال الأسابيع الماضية وفقا لمصادر في بغداد بمنح قطع أراضي في بلدة فايدة التابعة إداريا لمحافظة نينوى والتي تسيطر عليها قوات البشمركة منذ سنوات. مسؤول محلي في البلدة قال بأن حكومة الإقليم تضيق الخناق على المناطق ذات الغالبية العربية سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين في المناطق التي تسيطر عليها بغير وجه حق، وهي مناطق متنازع عليها. طبعا هذا المصطلح ظهر عقب الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، مصطلح المناطق أو الأراضي المتنازع عليها، والمقصود بها تقريبا 13 مدينة وبلدة وناحية سيطرت عليها القوات الكردية عقب الغزو الأمريكي واعتبرتها مناطق تابعة لها ومارست عمليات تغيير ديموغرافي في تلك المناطق، أبرزها طبعا كما هو معروف كركوك ومخمور وزمار وفايدة وطوس خرمات وخانقين وبلدات أخرى ضمن محافظة نينوى. في العام 2005 وخلال كتابة الدستور مررت فقرة بهذا الخصوص ضمن المادة 140 والتي تنص على أن يتم تنظيم استفتاء يخير السكان بين البقاء مع بغداد أو الذهاب مع إدارة إقليم كردستان العراقي، إلا أن الكتل السياسية العربية في بغداد بمختلف مشاربها رفضت تنفيذ هذه المادة بعد يعني كما يقولون اكتشاف عمليات تكريد واسعة للمناطق وطرد العرب منها، واشترطت تنفيذ البند الدستوري باعتماد إحصاء السكان قبل العام 2003 لمعالجة آثار التغيير الديموغرافي. مصادر محلية في القسم البلدي لمدينة فايدة ذكرت بأن الإقليم منح العشرات من قطع الأراضي السكنية في فايدة وقرى أخرى حدودية مع الإقليم وتابعة إداريا لمحافظة نينوى بمساحات تبلغ 200 متر و250 متر وكذلك تصل إلى 300 متر، تباع بسعر رمزي من قبل حكومة كردستان. أحد سكان فايدة ويدعى محمد الشمري تحدث إلى صحيفة العربي الجديد بأن حكومة كردستان تعمل على تضييق الخناق على القرى العربية بمحيط بلدة فايدة في خطوة للسيطرة على البلدة بشكل كامل، ولفت إلى أن كردستان تتبع خطوات مدروسة كما يقول وممنهجة بفرض أجنداتها على البلدة وتتعاون مع جهات أخرى كواجهات لها في البلدة وتنفذ مخططاتها. أوضح بأنها أنها أسست خلال الفترة الأخيرة جمعيات تعاونية
عدة في البلدة بالتنسيق والتعاون مع أشخاص منها، وقد أقدمت تلك الجمعيات على شراء عشرات الهكتارات من أراضي الفلاحين في البلدة بمبالغ مغري، أشار إلى أنها أوهمت الفلاحين بأن تلك الأراضي سيتم تحويلها مستقبلا إلى مشاريع استثمارية ضخمة، وأكد الشمري بأنها قامت بتقطيع تلك الأراضي كمناطق سكنية ووزعتها بشكل رسمي على قواتها الأمنية. لفت إلى أنها اشترطت على قواتها من المستفيدين من تلك الأراضي عدم بيعها إلا بعد مرور 5 سنوات. وفي هذا السياق تحدث النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري وقال بأن ناحية فايدة التابعة لمحافظة نينوى محتلة كما قال من قبل قوات البشمرجة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي تعمل بها بشكل متفرد بعيدا عن حكومة محافظة نينوى وبعيدا حتى عن حكومة المركز، وهي تستولي على كل شيء فيها. وأوضح بأن توزيع حكومة كردستان أراضي البلدة هو خرق للقانون والدستور، وشدد على أنه لا يحق لأي جهة عدا الحكومة المركزية كما قال توزيع الأراضي في فايدة فهي تابعة لها. معنا اتصال أبو محمد من الموصل، تفضل أبو محمد. أبو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت عن هذه تحية يعني طيبة. حياك الله يا حبيبي. تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام ولكادر القناة. أهلا وسهلا بك. أنت من الموصل وقريب على هذه الأوضاع، يعني سمعت حول هذه المنطقة منطقة فايدة بأنه يعني هناك توزيع الأراضي من قبل حكومة كردستان لهذه المنطقة وهي تتبع إداريا لمحافظة نينوى. أستاذ عمر أقليم كردستان عنده حكم ذاتي في التعديل. نعم. فهذه الأراضي اللي جاي يزعمون أنهم هذه أراضي مختصرة من أراضي نينوى. لهم حدودهم يتمتعون بها، وهذه الحق ما يتنازل عنه أهله أبد. لا تفكر ما راح حق وراء طلاب. الأراضي فائدة. نعم. وما كان ما شارع ذلك كلها تابع للموصل. تابع البلدية الموصل. فاستغلوا هذا الظرف الأكشر. وقاموا يتجاوزون على الأراضي اللي يعتبرون هي أراضي ما هم متنازع عليها. نعم. فهذه لها ما تنازل عنها. نعم. يعني ايش تعتبر أنت هذا؟ إنه أستاذ عمر. نعم. زين، بالنسبة للحكومة المحلية حكومة محافظ نينوى المحافظة ما تحركوا حول هذا الموضوع؟ المحافظ ولاء للأقليم. نعم. المحافظ ولاء للأقليم. نعم، لم يتدخل. زين، بالنسبة للحكومة المركزية بغداد؟ تماما إذا أكو حكومة مركزية، الحكومة المركزية هي اللي تصرف وهي اللي تتحرك، ولازم تسوي حل لهذا الوضع. لازم الأقليم عنده حكم، حدود حكم ذاتي أقر النظام السابق. نعم. فنقدر يتجاوزون شبه أحد وعدوا معي خطوط العرض اللي فصل لهم الاحتلال خط 36 و34 مدري ايش سموها، ما يقدر يتجاوزونها، لكن استغلوا هذا الظرف الأكشر عشان ما قاموا يتصرفون كيفهم. نعم. أنا أشكرك أبو محمد من الموصل كان معنا. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. تحية لجنابك، تحية للقناة، تحية للكادر القناة، تحية للمشاهدين والمستمعين. الله يعرف. والله أيد أبو محمد اللي تكلم من الموصل تأييد كامل، صحيح هي هم يحاولون تدمير الموصل، وهذه المحافظة هي ثاني محافظات العراق العزيزة اللي تدميرها. وأسمع يطلبون يقول لك سنجار يبون يسوون محافظة ممكن يتبع إلى كردستان، فهي مؤامرة كبيرة. ما دام الشرذمة هذه هم تابع الشرذمة مشغولين به داعش من الجنسية الفرنسية في أرض سوريا مغبوضين، يقولوا تجيبوهم لنا. أنتم شنو أنتم؟ هم أول شيء لهم عراقيين جنسية ولا تم القبض عليهم داخل العراق، فهم مجرمة تابعة لإيران، فهم يحاولون تدمير العراق وإشغال العراق في مواضيع وإبعاد العراق عن مشكلته الحقيقية، مشكلته العراقية العملية السياسية الفاشلة.
اذا لم تنجح العمليه السياسيه وهذه الشرذمه اذناب ايران لن يستقر العراق نهائي. وتحيه لك. شكرا ابو فيصل من السعوديه كلامنا. طبعا الحديث عن الموصل قبل يعني قبل يومين او ثلاثه هنا بالرافدين تحدثنا عن هذا الموضوع. الموصل معروف يعني التدمير اللي حصل بالموصل بعد المعركة الأخيرة بين القوات الحكومية وبين تنظيم داعش، يعني المدينة تهدمت وتقريبا من المدنيين أكثر من 40,000 قتيل، وهناك جثث ما زالت تحت الأنقاض، وحال العوائل يعني يرثى لها إن كان في مخيمات النزوع أو كان يعني في داخل المدينة اللي رجعوا للمدينة وبيوتهم ما زالت مهدمة. طبعا تحدثنا احنا قبل يوم او ثلاثة وما زالت يعني هناك تقرير كان على نشرة الساعة 11 بتوقيت بغداد حول كذلك استيلاء او فرض الوقف الشيعي لمساجد ومناطق او مراقد تابعة الى الوقف السني. طبعا ديوان الوقف السني تحدث في على هذا الموضوع واكد بان نظيره الشيعي طالبه بعدم صيانه او اعمار 17 مرقدا ومقاما داخل مدينه الموصل مركز المحافظه بحجه انها تعود له. وابو بكر كنعان هو مدير دائره الوقف السني في نينوى قال في كتاب رسمي موجه الى ديوان الوقف السني في بغداد بان هذه المقامات والمراقد المسجلة قبل عام 2003 باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محلة بموجب صور القيود الحديثة المتوفرة. وأوضح كنعان بأن هذه المراقد والمقامات تقع بمنطقة الموصل القديمة في الجانب الأيمن من المدينة، وكل سكان هذه المناطق هم من أهل السنة داعيا إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك المحاولات للسيطرة على ممتلكات الوقف. طبعا مع الأسف أنه يعني معروف أنه كانت الوزارة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحتها كل هذه الأوقاف إن كانت أوقاف إسلامية أو أوقاف مسيحية وغيرها، ولكن بعد الاحتلال صار ديوان الوقف السني وديوان الوقف الشيعي. الاستهداف اللي أريد أقصده هناك استهداف لمحافظة نينوى إن كان من قبل الحكومة في المركز أو من قبل مثلا أطراف في حكومة إقليم كردستان أو أطراف داخل المحافظة أو من الميليشيات. هناك استهداف للمحافظة، هذه المحافظة التي تقع شمال العراق بموقع استراتيجي، هناك يعني مؤامرة، هناك تغيير ديموغرافي معروف في هذه المحافظة. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة. أهلا وسهلا بيك. العراق الشريف. أستاذ إحنا قبل فترة إنه قامت الحكومة العراقية، يعني اسمها حكومة عراقية، إنه قامت بالاتفاق مع حكومة كردستان إنه تلبي طلباتها حتى تخلص من الأزمات اللي تعاني منها الحكومة من الأفراد. يعني احنا ان الحكومه ما تقدر تستطيع انه تحل اي مشكله هي، لانه هذا اتفاق ما بين كردستان وبين الحكومه. وبعدين الاراضي العربيه السنيه هي اراضي مستباحه، يعني من 2003 الى الان البشمركه وداعش وشوف منو ضد العراق وضد السنه كلهم بالمناطق السنيه في سبيل تغيير ديمقراطية الأرض. يعني هذا هو الهدف من كردستان. بعدين إحنا عندنا قوتين بالعراق، قوة الحشد وهي القوة الشيعية، والقوة كردستان وهي الكردية وعلى رأسهم البشمركة. فهم العراقيين من صار كردستان من صار 2003 سقوط النظام قاموا بالاستحواذ على كل الأسلحة اللي موجودة بالأراضي العربية خارج حدود كردستان، وكلها أخذتها وحورتها واستفادت من عندها. إحنا سوينا إحنا كعرب مثلا شيعة وسنة، أشو البرلمان أستاذ هو أقر إنه الاستحواذ من قبل البشمركة
انه يقومون بعمليه اخذ الاراضي العربيه بدون ما حد يتحارش بهم. يعني هو البرلمان هو اللي اقر هذا القانون، فليش ما يستفادوا من عندها؟ قشمروا على الاعراب اللي موجودين واشتروا قسم اشتروها بمبالغ وقالوا لهم احنا راح نسويها اراضي مشاريع، وهو كله كذب. وخيروهم ما بين انه لو يبقون الى كردستان لو يروحون الى الاراضي العربيه بالنسبه الى الجزء العراقي. استاذ يعني العراقي احنا بنشوفه هسه لوضع الاقتصادي انه دا يطلع مظاهرات يقول لك اريد ارض، اريد 50 متر. يعني اكو ناس يجون على الحاضر يجون يستحوذون على اراضينا وياخذون اراضينا ويوزعوها بيناتهم، والله هذا اعتبره نصر لكردستان، لان احنا ما سوينا اي انجاز نصري للشعب العراقي ولا للسني ولا للشيعي. يعني خلونا احنا هاي الحكومه خلت العراقي في حاله ما عنده كرامه، عايش في ذل. يعني شوف الاكراد، لانه الحكومه هي اتفقت انه حتى تخلص من المشاكل انطتهم حصه من النفط، انطتهم ما رادوا من الميزانيه، وزع مسعود قام بتوزيع الرواتب على الاكراد وعلى ديش مرقه وعلى كل وسدد ديونه كله في راس الحكومه العراقيه، لكن يعني اعتبرها في راس الشعب العراقي. يعني انت يا الشعب العراقي انت راح تكون هالشكل، زين بعدين هي الحكومه هي قامت والاحزاب الشيعيه المتنفذه وعلى راسها الحشد وقاده الحشد، هم قاموا بتفتيت الموصل، تفتيت دياله، تفتيت الانظار، اخذوا مساجدنا، اخذوا يعني المسجد شنو فرق عن الحسينيه؟ اذا انت مسلم هو راح يذكر بي اسم الله، راح يذكر بي اذان الله، راح تقرا بي قران، حتقوم بي صلاتك، الا لازم تسميه حسينيه، والله الحسين بريء من عندكم. يعني احنا بايدينا دمرنا بلدنا، احنا خلينا كردستان تعتبر هي فد شيء يعني دي لها كيانه. كلهم الاكراد يقومون انه يقول لك احنا عندنا دوله، احنا عندنا كيانه، عندنا سياده، بس احنا ما حسينا انه للعراق عندهم سياده، ولا حسينا للعراقي عنده كرامه، ولا حسينا للعراقي انه يطالب، من يطالب راح يتنفذ الحكومه. الثروات اللي موجوده بالعراقيه بطلب جيوب استغفر الله المستهترين من الحكومه اللي قضوا على الشعب العراقي ودمروا الشعب العراقي. زين هسه احنا ما عندنا جيش، ما عندنا حشد، نقول الحشد هو للدفاع عن سياده العراق، لا يقدر انه يسيطر على المناطق اللي اخذتها كردستان. ليش احنا ما نصرف؟ احنا قاعدين بس. قال داعش، دخل داعش قبل فتره ذبحوا عراقيين، هذول داعش هذول من جابهم؟ جابتهم امريكا عن طريق سوريا ودخلتهم، والى الان هم يتدربون في معسكرات امريكيه للقضاء على الشعب العراقي. زين داعش ليش ما راح بالمناطق الشيعيه؟ ليش بس بالمناطق السنيه؟ هو هدف ايران وامريكا هو القضاء على المذهب السني، المذهب السني اللي طالب بكرامه العراق. انا اشكرك ام عبد الله، اشكرك ام عبد الله من بغداد. كانت معنا مع اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ايد الاخت ام عبد الله يعني على كلامها، كل حقائق. هم حاربوا على السنه على الاسلام، يعني مع الاسف هاي كردستان صارت هيك. شلون يعني انتم شلون تمكنون اعداء الاسلام من 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 اهلكم واخوتكم السنه؟ يعني هذول مستحيل، يعني بسرعه باعوا كرامتهم، لان هذول البيوت يعني ما يستحوذون بها والاراضي ليش؟ يعني هم صرت عملاء مع الاسف والله. يعني هي حرب صليبيه على الاسلام، يعني هي من زمان قالها بوش قال حرب صليبيه. فيعني ما اعرف يعني العراق هذا ما اعرف يعني واصل راح يوصل لمرحله الدمار. نعم دمار، الله ينتقم منهم ان شاء الله. هذول عمرهم ما يبنون بلد، وكلهم ضد الاسلام، كلهم هذول الفئه اللي تعتبر نفسهم سياسيين، هذول كلهم كفره وما يستحقون الحياه ابد. بس يسوي الشعب نايم ما يهتم. يعني قلت لكم ترى الايام الجايه راح تصير سيئه ومتعبه حيل. نعم زين ابو حسن، يعني اريد اسالك بالنسبه للوقف الشيعي
في نينوى يقول لك اريد 17 جامع ومرقد بالموصل، يقول لك هاي الي. طبعا هم استحوذوا على امور هوايه، هم يريدون يعني تغيير ديموغرافي بالموصل، وراح يجيبون حثالاتهم من هذول اللي يزورون يحون في الزياره. هم شنو هذول؟ مو ما زياره، هذول اكثرهم ميليشيات حرس الثوري يجون في سبيل يستمكنون من البلد. هي خطه يعني خطه عجم امريكا اسرائيل، هاي حرب صليبيه يعني. الله اكبر يا الله، يعني الناس هذول ما يحسون، ما يقولون هذول يصير فينا، وراح نشوف القادم اسوء. هسه تشوفون، لان طالما هذول الحصالات يحكمون البلد الوقف الشيعي، شنو يابا؟ يعني حتى هاي تحتلها حتى الموصل، شنو تسوي بالموصل؟ اللي يسوون لطم وكفر والحاد وشعار مال 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 الالحاد مال الملحدين. ان شاء الله رب العالمين ناصر دينه ولو كره الكافرون. الله ناصر دينه. ابو حسن من بغداد كان ناصر دينه معنا، شكرا لك. معنا اتصال مصطفى السيد من مصر، تفضل مصطفى. ايوه السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اسمح لي احيي حضرتك واحيي رجال المقاومه المشروعه في الداخل وفي الخارج والقوى الوطنيه والثوريه، نحييكم بتحيه العزه والشرف، ونحيي اهالينا في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط ومن جميع الديانات اخواتنا واهالينا وحبايبنا. اما حضرتك بالنسبه لاستبدال الاراضي وفرد الهيمنه على اراضي الشعب وممتلكات الدوله في محافظه نينوى او الموصل او ما شابه ذلك، خطه من قبل الاحزاب الخاينه الجبانه. هو قتلوا الشعب على الارض وعاوزين يجيبوا شعب ثاني يحطوه ويطلعوا له الوثائق والعقود بان دي ارضه وممتلكاته، عشان لما يحصل تحقيق في الجرائم يقول له دي ارض اهيت ومعايا مستندات بتاريخ قديم من مئات السنين. فمتفق عليها كل الخراب في العراق حضرتك من الاحزاب النصابين، لا يمثلوا اخواتنا الشيعه ولا سنه، اقسم لك بالله ما لهم اي دين على وجه الارض ولا يؤمنوا باي دين، دول خونه. انما الشيعه العرب اخواتنا احنا عارفينهم كويس، عارفينهم كويس اقسم لك بالله، عارفينهم زي ضوء الشمس اخواتنا واهالينا وحبايبنا. ولا عمرنا دول هنعترف بهؤلاء القتله بان دول يمثلوا طائفه او فئه، دول يمثلوا طائفه ولا فئه، دول خونه. وحضرتك ده استعمار ممنهج، استعمار ممنهج، واوطاننا هيتم استعمارها. لو تنين على هذا الوقت اقسم لك بالله اوطاننا كلها هيتم استعمارها، وجيوشنا هتبقى زي الجيش العراقي يعمل تحت مظله الاستعمار بهدف جلب يدربوا الجيش العراقي. ودربوا الجيش العراقي، هو الجيش العراقي ناقص تدريب. الجيش العراقي شاهد ليه العالم بانه الرابع على العالم في الطفل العراقي متدرب على الرشاش وعلى الدبابه لوحده، متدرب لانه اسمه الشعب المحارب نتيجه الحروب اللي اتفرضت عليه. فحضرتك نطالب الشعب العراقي بتحديد موقف لمطارده هؤلاء القتله والخونه، ومن واجبنا كلنا النهارده، كلنا اي انسان عنده شرف سواء مسلم ليه دين ماليش دول. النهارده عمي الاستعمار هيحتل اوطاننا كلها والقواعد والصواريخ. عمي لابسين ثوب الوطنيه وبقول لك نقاوموا الاحتلال، تقوموا الاحتلال بعدين بعد ما تمكن في الوطن، بعد ما تستولوا على الوطن وبديكم الذخائر والاسلحه. انت بتضحك على نفسك يا نصاب، انت هو يا احزاب العار والمعانه بتضحكوا على نفسكم. ما قالت لكم المقاومه من 16 سنه وكم شهر وكم يوم وكم ساعه وكم ثانيه ان ده استعمار. يعني اشكرك مصطفى السيد من مصر كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. في الموصل كذلك، يعني مصادر في الشرطه، شرطه الموصل قالت بانها القت القبض على شخص في منطقه صناعه الايسر شرق المدينه بالتعاون مع اهالي المنطقه بعد محاولته اغتيال شرطي في احدى نقاط التفتيش، ما ادى الى اصابه الشرطي ب يعني جروح بليغه. المصدر اوضح وبالمقطع الفيديو كما راح نشوفه بعد قليل بان هذا الشخص المنفذ على الشرطي يحمل باج لميليشيا بدر، وهو احد عناصر ميليشيا بدر. بالله خلينا نشوف المقطع اللي يوضح هذا الامر.
نعم يعني هذا قصة يعني معروف أنه التنفيذ والاغتيالات اللي تصير وكثير من الوثائق ومن المقاطع ومن الصور أثبتت بأن الاغتيالات تقف وراها جهات حزبية وسياسية في العراق، وهذا المقطع يعني يبدو أنه خير دليل. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا هلا بك. الله يحييك، أشكرك جدا أخي عمر. حياك طبعا الله. أخي عمر، المؤامرة كبيرة كبيرة جدا على العراق عامة وموصل خاصة. يعني أخي عمر، المتتبع للأحداث السياسية وقراءة التاريخ يعني أن الصفويين تاريخهم يعني دائما الطعن من الخلف والغدر والخيانة في دمهم. يعني إذا تقرأ الخلافة العباسية بالعلقمي ماذا فعل ببغداد؟ الآن مثلا أخي أنا أعطيك أدلة، يعني مالكي يذهب إلى أمريكا إلى واشنطن أمام الكونغرس ويقول لهم أشكركم على التحرير، والآن الأخ يقول هناك حرب صليبية على العراق، لأن هو جورج بوش وتوني بلير قالوا أن عيسى عليه السلام هو الذي أرسلهم إلى حرب العراق، فيذهب إلى واشنطن ويخطب خطابه ويقول نشكركم على التحرير، وحتى يعني هذه العامل وكلهم هؤلاء الآن يعني يقولون لا نريد تدخل أجنبي، نريد الأمريكان خارج العراق. شوف يعني هم صفويين مع الإيرانيين، دمهم يعني يقول الإمام إذا قال حرب حرب وإذا قال سلم سلم، يقولون الأمريكان في البداية نشكركم والآن يريد أن يغدروا بالأمريكان، يقول ما نريدكم. فهذا الغدر والخيانة دائما الطعن من الخلف في دمهم. فأخي عمر، يعني الأخت عبد الله يقول الآن الوقف الشيعي، يعني هنا شوف يعني مرجعيته الثاني يقول شوف التناقض الشديد، ويقول لا تقولوا إخواننا السنة، شوف التقية يعني الكذب، التقية يقول لا تقولوا إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا، فإذا نحن أنفسكم فلماذا يأتي وقف الشيعي ويستحوذ على ممتلكات الوقف السني؟ ونحن إذا حقيقة أصلاً عندنا إسلام واحد، ما عندنا إسلامين. والأخت عبد الله يقول شنو يسمى المساجد، يسمى حسينيات، يعني يسمى حسينية. هو أصلاً الله عز وجل في القرآن يقول وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هؤلاء يعني عقيدتهم كلها شرك وكفر. المسجد يعني انت تذهب الى المسجد، يعني امام حسين امام علي عندما يدخلون المسجد من ينادون؟ الا يسجدون لله؟ الا يستغيثون بالله؟ فانت فيذهبون الى المسجد يقولون يا حسين يا علي اغثنا، وهذه الشركيات وهذه البدع والخرافات واللطميات، ولهذا دمروا العراق. فلذلك اتباع الشيعة يجب ان يعرفوا ان الله عز وجل يقول ان الله ذم يعني الله حذر التقليد الاعمى للآباء، يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون، قال أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا أو يهتدون. فلا يجوز أن يتبعوا اتباع أعمى. فما الواقع العراقي الشيعة الآن مكنتهم الصهاينة فدمروا العراق. فيجب يعني الواقع العراقي واقع مؤلم، يجب أن يرجعوا إلى رشدهم. عندنا إسلام واحد، عندنا مسجد يعبد فيها الله، لا يستغاث بحسين، نعم الحسين فوق الرأس وعلي فوق الرأس، نحن نتبعهم في طريقة صلاتهم في طريقة دعائهم. فالآن دمروا العراق، فيجب أن يرجعوا إلى رشدهم، إن ما يفعلون كله خطأ في خطأ. نعم، أنا أشكرك أبو عبد الله من لندن، كان معنا اتصال أبو محمد من بغداد. تفضل أبو محمد. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك قال؟ يا أهلا بيك. بالنسبة أبو عبد الله كل معنى ما عليه، حكي أبو عبد الله قاعد بلندن والله عيب. الشيعة وهم شيعة من اللطم خايف من اللطم، هو على موضوعنا هسه الشيعة 80% الشيعة من حلال، والسنة انتمق اللي هي
ابو محمد بس على كيفك حتى افتهم عليك، احنا دا نتكلم على موضوع البشمرقة موزعة اراضي في محافظة نينوى، والوقف الشيعي يريد ياخذ مساجد بنينوى، يقول لك والله هاي تابعة الي. زين احنا بيا حال، وتعال انت اخذ مسجد من ذولة واخذ اراضي من ذولة. سيد عمر يا اخي، الدولة هاي الدولة كيف الدولة؟ هذا من كان صدام؟ نعم. مو كان بان بمدينة الصرف كان جوامع؟ شلون؟ يا اخي ليش تحكمون على بس على كيفك وصفويين بس على كيفك ابو محمد. ابو محمد نعم. احنا ماذا نحكي على الشيعة؟ انت ليش تخبط؟ متصل دا يتكلم يا عبد الله. ابو عبد الله مو ميت من اللطم، ميت من اللطم. ماشي رايكم كاتب. بس اسمح لي يعني هاي ابو عبد ابو محمد يعني هسه احنا مشكلتنا بالعراق كل شيء محلول، يعني انت وقفت على هاي النقطه لو شنو؟ ليش ما حكيت عليه؟ هسه انت رد بالمنطق. صوت لك ولا اشوفه؟ ما اشوفكم. شلون ما اشوفه؟ بعثت لانك هو عبد الله ميت من لطم والصفويين والمجوس، ترى ما بعد إيه هو ما لكم النقائم. اذا يقصد على الايرانيين، ما يقصد انت؟ لا يقصد على الشيعة ولا كل هذه. يا ما تبني عليين إيراني، يا ما أنت يا عمي. نعم. يا أخي يا شعب صفا على الشيعة 80% عاقين ابن نعم. أبو محمد أنا أشكرك. أبو محمد من بغداد كان معنا. يعني النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري استغرب من الصمت المطبق من قبل الحكومة المحلية في محافظة نينوى التي لم تحرك ساكنا إزاء هذه الانتهاكات القانونية، ولفت إلى أنه في حال استمر هذا الوضع فسيكون هناك تغيير ديموغرافي للمنطقة، الأمر الذي يتطلب موقفا حكوميا عاجلا للوقوف بوجه هذا التجاوز ومنعه. بحسب الشمري بأن قوات البشمرقة بدأت منذ عام 2003 بعملية تغيير ديموغرافي لكثير من المناطق، لكن سوء إدارتها وضغطها على الناس بعد عمليات التحرير أدى إلى انتفاضة الأهالي مع القوات وإخراجها مع هذه المناطق. لكن كردستان كما يقول لم تتراجع عن سياستها ونهجها بالسعي للتغيير الديموغرافي كلما سنحت لها الفرصة، وهذا الحال مستمر في فائدة. في المقابل رد الجانب الكردي على التطورات الأخيرة بالقول بأنها مناطق كردية، وبأن صدام حسين نظام صدام حسين اقتطعها منهم وأتباعها بمحافظة نينوى. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي النائب ماجد شنقالي بأن بلدة فائدة تبعد عن مركز محافظة دهوك 5 كيلومتر فقط، وهي تابعة لقضاء سميل القريب أيضا من مركز دهوك بمسافة لا تزيد عن 3 كيلومترات، وهي مناطق كردية لم يطرأ عليها أي تغيير ديموغرافي. وأشار إلى أن النظام السابق لجأ كما قال وادعى لإلحاقها بمحافظة نينوى وفقا لرؤيته السياسية وإحداث تغيير ديموغرافي فيها. شنقالي تساءل بأنه كيف سيكون التغيير الديموغرافي إذا كانت البلدة الآن داخل محافظة دهوك، وحتى العرب الذين يسكنون فيها ما زالوا موجودين وينعمون فيها، حالهم كحال المواطنين الأكراد وبنفس حقوقهم وواجباتهم. اعترف بوجود عملية توزيع أراضي في البلدة، لكنه أكد بأنها كانت لأشخاص يسكنون في البلدة ولم يأتوا من خارجها، وهم من العسكريين، في إشارة إلى البشمرقة. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، بالنسبة للأكراد اللي يقومون بسيطرة على مناطق في نينوى وغير نينوى مثلا من كرسوب، وهذا احنا نعرف انه بالقانون يقول لك هذه مناطق متنازع عليها، هي سياسة غير حقيقية وسياسة غير صالحة وسياسة فاشلة انا اعتبرها اذا من خلال، لكن واقع الحال يقول الإيراني يسيطر
والشيعوية اللي سيطرون على هذه المناطق التسليحة دينيا بصراحة سياسيا ودينيا يستخدمون بعض الأشخاص للسيطرة على هذه المناطق من خلال الأوقاف الشيعية وغيرها حدث القبور والأضرحة كذلك يريدون يجلبون السياحة الدينية والتوطين مثل ما يفعلها اليهود اليهود يفعلون بإسرائيل هذا عمل نعم الإيرانيين أيضا يفعلون هذا وأتباعهم الشيعة يفعلون هذا الموالين لهم هذا من العراق والأخراج يقول لك أنهم حالي حالهم ما زال السكر ضمن منتهين واجعين رائعين لا عدو ما حد يقودهم ولا أحد يقف إلى جانبهم حق حقيقة فإحنا هم ناخذ اللي نقدر عليه ناخذه أنا مو أبر الموقف الأكراد لا لكن واقع الحال بيتحدث إحنا دائما ننغض النظر عن واقع الحال أبدا يقول لك أنا بدل ما يجي الشيعي سجيراني لا أنا روح أسيطر عليها حتى وإن كانوا هم رجعنا على موضوع الشيعة والسنة إحنا مريد نعم أبو عمر يعني المشكلة أبو عمر إذا تسمح لي المشكلة إنه السادة المشاهدين يظنون أنه المتصل مثلا مراسل للقناة أو يحكي باسم القناة ده يعبر عن رأيه هو يعبر عن رأيه طبعا بدون أي تجاوز هذه يعني الشمولية في الكلام أنه والله الشيعة والله السنة فأرجو يعني انتقاء الألفاظ يعني إحنا نتحدث تغيير ديموغرافي من قبل أحزاب شيعية هذا حقيقة واقع حقيقة واقع ده يخدم مصالحه ومصالح إيران هذا واقع حال من يجي مثلا واحد يدعي بأنه من حزب سني ويسرق ويبوق باسم السنة هذا واقع حال وهو ما يمثل السنة ولا هذا يمثل كل الشيعة فأرجو أنه هذا الأمر وأرجو من المشاهدين أنه يفهمون الأمر بشكل صحيح بأنه المتصل يمثل وجهة نظره هو وليس وجهة نظر القناة طبعا ما نسمح بتجاوز بس هناك مساحة للتعبير عن الرأي نعم أبو عمر تفضل ألو أسمعك تفضل أبو عمر أسمعك أبو عمر تفضل ألو أسمعك أنا دكتور عباس نعم تسمعني تفضل تسمعني نعم أسمعك دكتور عمر نعم أنت بس طلع لي من يدافع عن أهل السنة من يدافع عن أهل السنة هيئة علماء المسلمين هي الوحيدة اللي تدافع عن أهل السنة صحيح تريد تجمع كل العراقيين السورية تحت مظلة واحدة القانون بغض النظر عن الديانة لكن من اللي يدافع حتى الموجودين ذولا هذول الموجودين صار يدافعون عن مناصبهم عن الأموال اللي يسرقوها يعني يتوقفهم لواقع من هاي ما في تحليل الطريقة فالأكراد مدى يعرفوها من يعني ما أقول لك ما عندهم أطماع عندهم أطماع يعني ما أقول لك لا وأذكرها نعم عندهم أطماع لكن هذه السياسة مثل ما يقول اللي هي بالأطماع هي تروح تفتحهم في المستقبل القريب في المستقبل البعيد راح تفيدهم هذه السياسة وهم عرفوا وشافوا التهجير وشافوا القتل وشافوا سياسة التعريف وحتى جاية سياسة التهجير هم راح تبقى ما أصبر إنه هذه السياسة راح تنفعهم لا يجيهم ولا بعد 10 سنوات ولا بعد 20 سنة جيل يعني هم يعرفون مسألة السارات هاي السارات راح تبقى جن حرب البثوث 40 سنة ما بين على ناقة وعلى جمل أكلت من مزرعة ناقة 40 سنة استمرت وقت السارات 40 سنة جن أنت معقولة هذه أراضي وهذه دماء وهذه مصالح ناس إنه راح ينسوها تعيد متابعة المستحيلات الناس راح تنساها بس مع ذلك هم بيأخذون احتياطياتهم أستاذ عمر بيأخذون احتياطياتهم يقول لك الإيراني جاي على حدودي التركي أيضا يقول لك الإيراني جاي على حدودي كان الإيراني ما يحمل الصفحة كم اللي سواه كم اللي خدمه والله جاي تريد شو تشيع ليش هم الشيعة استفادوا من العقيدة الشيعية وهذه السياسة الشيعية على منتج تشيع المناطق الأخرى وتستولي عليها والله باسم الإمام وباسم هذا أنت تجي نعم. خطيرة. يعني أنا أشكرك. خطيرة بمعنى نعم. الكلمة يا أستاذ عمر. أنا أشكرك أبو عمر بن السليمانية كان معنا. خلونا نقرأ رسائل وساب يقول علي البرازنشي منذ مئات السنين يقول الفرس يحاولون زرع كراهية العراقي لأخيه العراقي بكل الطرق ولكن الإحصائيات تقول بأن العراقيين لديهم نفس القلوب أفضل شيء فعلناه نحن
الأكراد أننا لم نسلم رقابنا فرس. أما بالنسبة لبعض الأحزاب الشيعية في العراق فإنهم يعني، وقال أما بالنسبة للشيعة العرب العراقيين فإنهم أهلنا وتاج رؤوسنا ونفديهم بأرواحنا، نحن العراقيون قلبا واحدا. أما الحكومة الفارسية بوقفها الفارسي فهي لا تمثلنا، يقول. نعم. سعيد العذاري من نجف يقول السلام عليكم، يقول لماذا لم توزع حكومة الموصل الأراضي الشاسعة على الموصلين؟ توزيع الأراضي هو توزيع على مواطنين عراقيين. أما ما قام به الوقف الشيعي فهو ضمن مخطط الفاسدين لإثارة الفتنة، وسيأتي دور الوقف السني لإثارة فتنة أخرى، والطرفان فاسدان لا يمثلون مذهبا. نعم، معنا اتصال أم أزهار من بغداد، تفضل يا أم أزهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحي هاي القناة العظيمة وعامليها. أهلاً وسهلاً. بالنسبة إلى كردستان، كردستان هي أصلاً أمريكية إسرائيلية تابعة إلى أمريكا. مو لهالدرجة، على كيفك أم أزهار؟ لا لا، هي اللي عاملت، هي دخلت إلى العراق مع أمريكا ومع إسرائيل. نعم. وهي اللي حطمت العراق ولا تزال، ولا يزالون الرؤساء مالتهم. نعم. هم تابعين إلى أمريكا وإسرائيل. هذا الشيء معروف عن كردستان من أول، ولهذا صدام انطاهم الحرية وانطاهم دولة خاصة بهم وخلص منهم بعد حروب الحكم الذاتي. نعم. في الزمن البكر. حتى نرجع إلى الموصل، بأي حق كردستان تنطي أراضي بالموصل؟ هي تنطيها إلى جهات معينة. إحنا ما بدنا ننتقد السنة والشيعة، ليش؟ لأن هي بروحها موصل مدمرة، المفروض يرجعون أهلها إلها ويبنون لهم بيوت وهم اللي يقوم بها. ما بيها أي جهات أخرى من يعني من الديانة. دينهم هم منطقة سنية ما يصير يعتدون عليها. يصير هم يقبلون، تقبل الحكومة هاي الإيرانية نروح نستولي على مناطقهم اللي بالوسط والجنوب؟ يصير يقبلون هم أهل الجنوب؟ خطأ، شردوهم بعض الناس، شردوهم من قاموا يرحلون إلى مناطق أخرى. ولهذا هي هاي مؤامرة أمريكية إسرائيلية، وهاي خطتهم وخطت المالكي لما هو جاب داعش. هي هو أصلا يشتغل بال ويا إيران وياهم ويا إيران، ومستعد يبيع بلده وبعدينه على مود الفلوس وفي سبيل إيران، وكلهم إيرانيين وكلهم مستولين على بلدنا وجايين هسه. هذا أبو محمد ما أدري شنو اسمه انقهر من قال أنه الشيعة. إحنا ما عندنا فرق بين السنة والشيعة، وإحنا كنا أهل وإحنا كنا حبايب، وسابقا كنا قبل 2003 هاي العنصرية ما عندنا، وكنا متزوجين. أصلا إحنا متزوجين منهم وهم متزوجين من عندنا، ما عندنا كلمة سنة ولا شيعة. لكن الاستعمار هو اللي جاب هذا 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 الطائفية، وأولهم هو ويا الاستعمار هو المالك اللي هو دمر هذا البلد، هو اللي دمر الموصل ودمر هذا البلد كله. وأنا هي حكومة مثل الأوادم، كان أول ما تعلق المالكي تقول له أنت بقت وأنت دمرت وأنت سويت وأنت جبت داعش. لكن إحنا كنا ما حد عنده انتماء إلى هذا البلد، صاروا كلهم إيرانيين. هاي هذول الأحزاب المريرة اللي إجت لنا من إيران وأمريكا وإسرائيل. وأنا أشكرك. شكرا أم أزهار من بغداد كانت معنا. معنا اتصال أبو أسد من البصرة، تفضل أبو أسد. أبو أسد تسمعني؟ نعم. تفضل أبو أسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكركم وأشكر برنامجكم هذا الرائع. حياك الله على بك. مقدم برنامج، أشكر كادر البرنامج كله. أشكرك. وأشكر المتكلمة كل الشكر. نعم. هاي واحدة. ثانياً إحنا حديثنا عن الميليشيات. على هذا أبو بدر مو؟ نعم. الذي عنده هوية قواسد الأختي بالعالم الشرطة الاتحادية والشرطة من القديم. نعم. هذا الموضوع؟ لا، إحنا موضوعنا الأساسي إحنا
احنا عندنا مثلا تحدثنا عن هناك اراضي تم توزيعها من قبل حكومه اقليم كردستان على قوات البشمركه وموظفين في الاقليم هي خارج الاقليم اداريا، وتحدثنا كذلك على انه الوقف الشيعي يطالب بمساجد ومراقد في الموصل، يقول هذه عائده الي. وطبعا طلعنا المقطف تبع هذا الشخص اللي يدعي بانه احد عناصر بدر، وبالفعل يعني لزمه عنده هويه انه من بدر، قام باطلاق النار على شرطي راد اغتياله، ما اصيب الشرطي ب يعني اصابات بليغه. موضوع الجيعان او المساجد او الائمه بالموصل، انتم يعني انا واحد من الشيعه، هذ يوم راح هزمناهم، هذ يوم رحنا شفناهم على هذول الاحبار اللي يعان الاعراض والمراقب تابعه الوقت الشيعي ياخذوها بالقوه، شنو؟ وسالهم انتم قول لهم رحت يوم زرتوا، احنا نزور كربلاء، نزور النجف، نزور كاظم، نزور ابو حنيفه، نزور الشيخ عبد القادر، بس هم زاروا الموصل، راحوا الموصل قبل الموصل زمن صدام، وقبل سنة صدام بالملوكيه، راحوا زاروا نبي يونس، نبي شيد، قول لهم زرتوهم، ممكن قال لهم انتم وهي القاضيه سويتوا انتم، هاي وحده. اثنين ترى الميه حار جاي عليهم والله، بس هو ما يحسون. الميه الحار جاي عليهم عمي، واني من ضمن الميه الحار. أنا لا أقول لك ما يحار جاهم والله والله والله، وأنا من ضمن ما يحار. نعم. وما عندي شيء أقدر أضيفه، لأن دولة تتعب توصل لسانك عليهم. نتعب نوصل هاي أسئلتنا ونتعب نفسنا عليهم، لأن هم دولة ناس شلة حرامية وجايين حفاية جوية من الخارج، وهسه مليارات وعمارات أجل هذا كذا كان موصل المحتل داعش. داعش مين جوي؟ مين دخلوا؟ من جابهم؟ زين اللجنة التحقيقية مال حاكم الزامل وينها؟ نعم. رئيس لأنه الدفاع البرلمانية. نعم. مو سوى اللجنة التحقيقية ويدفع النتائج النتيجة مالتها وينها؟ عمي دول جايين يدمرون بلد، يدمرون وبالأساس السنة. أنا أشكرك أبو أسد من البصرة وعذر على المقاطعة لأن انتهى وقت البرنامج. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.